نروح الآن مشاهدينا الموضوع آخر. تنتشر في مدينة تيسمسيلد ظاهرة الأسماء المؤنثة بشكل كبير على المرافق الحيوية. مثلا كاين مارشي حليمة وعيادة ربيعة وحمام باية وغيرها من التسميات. كاميرا النهار حاولت تعرف تاريخ هاد التسميات وشكون هما هاد النساء اللي مازالت أسماءهم من الدولة إلى يومنا هذا. بدون إطالة نخليكم تشوفوا هاد الروبورتاج للزميل طويل طه. حليمة، ربيعة، شريفة، سارة، باية والسجرية أسماء ليست لنساء عاديات، فلطالما ارتبطت بمعالم ومرافق حيوية. فيمكنك أن تبدأ يومك مثلا بارتشاف فنجان قهوة بكافيتيريا مانا بأسعار مغرية، كما يمكنك أن تروي عطشك من عين لورا فهي تسقي قاصديها بمياه عذبة. كاين بزاف تسميات النساء هنا في ولاية تيسمسيلت، مثل عين لورا كانت معمرة في ولاية تيسمسيلت من وقت الاستعمار. كاين حليمة، هذه كانت تطرد الناس من عند البيت تاعها في مرشي حليمة. كاين سوق النساء من 1975. كاين حمام السوقرية اللي هو مولاته امرأة يسموها جاية من السوق ولاية تيارت. وكان المنطقة هذه ولا يسموها الشريفة لأنها والية صالحة، والمنطقة هذه سموها عليها، سموها حي الشريفة. حي واسمها هنا يا سوق حليمة، هذه حليمة كانت مرأة هي اللي بنت السوق واللي تبنى عليها السوق. أنا أعطيت لك الاسم نتاعها، هو اللي تبنى عليها السوق. هاي ولا هي اللي هدفت السوق لهنا، يقول له سوق حليمة. وإن أردت أن تطمئن على ضغطك أو تقوم باستشارة طبية، فلا أفضل من أن تقصد عيادة ربيعة لتحصل على أفضل الخدمات الصحية. وبعد أن ينال منك التعب، فلا أفضل من أخذ حمام مريح وتدليك يجلب الراحة لجسمك المتهالك في حمام سارة أو حمام باية، فلك الاختيار. حمام باية معروف بالعجوز هكا ليه، كانت قابلة، كانت تداويك الأفعاص هذو، المرصة هذه اللي تزيد يجو يدوها يدوها، ما كاش كل بلاد. أنا تكون تقصي الشوامين الكبار يقول لك يا ولدي، تقول له شكون هي الحاجة باية عندها الحمام، يقول لك أمي متنا، كما أنا يقول لك أمي متنا، هذه أمنا أمة الجميع. ما كانوا يجوا يداويهم من هنا هذوك اللي مساكن ربي ما كانش كاتب لهم الولاده. كاينين ناجحه بزاف هنايا نعرفهم، جابوا الولاد النساء كيهضروا قال نتلاقاو تيبيني في حمام باية باسكو هي مني معروفه. حمراء كبيره كانت تخدم تمات تحمي زواو تداوي الناس، تقطع السره للنساء. كان هنا كاين اللي هنايا كاين اللي راه مولاد هنايا قطع لهم كاع السره، كان راه مزوج وبولاد وقطع له السره تداوي مرا فيها الخير. هذه هي باية، سموها باية، مسمينها باية، عندها الحمام هذاك تاعها. وإذا تجن عليك الليل ووجدت نفسك وحيدا وسط المدينة فلا تقلق، ففندق السوقرية يوفر لك غرفة مريحة بتكلفة زهيدة. هذا الهوتيل اسمه سوقرية، خاطش مولتها قال الأولى سوقرية، هي جات شرت الأرض هنا، بنت الهوتيل هي من سوقر، هي سمته الأفراح. بصح تيرمو هي معروفة هنا، هي دير الخير وتعاون الناس وكاع، اسمه سوقرية. سوقرية خاطش عندها حمام، ثاني عندنا حمام الدورة، حمام سوقرية والهوتيل سوقرية. إذن وببساطة أنت في مدينة تيسمسيلت، مدينة غروب الشمس، حيث لتاء التأنيث كلمتها،
فأينما وليت وجهك إلا وصادفتك لافتة تحمل اسما أنثويا يجعل كما هائلا من الأسئلة يجول في خاطرك ويلح عليك أن تحاول كشف ما وراء هذه التسميات المؤنثة من أسرار. فمن لا يعرف مارشي حليمة وسوغنسا لا يمكن أن يكون من تيسم سيلت. على اسم وسوغنسا باسكو نتا يبيعوا العوان العواني تاع الطين ويبيعوا الاعشاب سموها كي لقاو نتا يبيعوا فيها سموها وسوغنسا. هذه من 75 كي بصح دي فيي هذو كبار هذو عجاج كبار كاين اللي ما عندهاش كاين اللي عار ماله وعندها ربع دراري كون ما تبيع الشيفون ولا تبيع الطاجين ما عندهاش كيفاه تعيش. هذا مرشي حليمة سموها العجوز كانت تبيع اللبن وانسانه فيها الخير بس شويه قبحه شويه ولات تحوز الغاشي سما الروح تاعها سكنت لهم في الدم ولو الغاشي كاع يقولوا روحوا مرشي الاسم هذا شغل سكن لهم في الدم ولو الغاشي كاع يقولوا روحوا مرشي حليمه مرشي حليمه بدلوه. وكما حمام ساره هذه و حمام ساره ولوتيل السوقريه حمام ساره مسميه على بنته وحمام السوقريه شغل من بكري معروف. تابعه انا نعقل تابعه فرمليه ودارت بناولها هذيك ال السنتر هذا كله هو بناولها وين ندير الجنسة مزيدات يضربوا البرا القاعتين وكي وكي ماتت مسكينة ولا راح حية ما نعرف لا ماتت ماتت مايلي خلوه سبيطار ربيعة قعد راه في سبيطار ربيعة نورمال مرشي حليمة هذه مرأة كبيرة ساكنة فهمت واحدة العجوز يسموها حليمة لهنايا ومرأة كبيرة ومقادرينها أي مع المحبة تاعهم ليها سموه المرشي حليمة عليها. عجوزة يعني ماتت غير هنا هنا كانت وكانت الجهة فارغة وكانوا الناس يحطوا يبيعوا الخضر عارف الفاكهة الفروي من هي أي وكانت هي يقادروها نسبة القدر تاعهم ليها سموها قدر. حاولنا الاقتراب من الظاهرة واستنطاقها والوقوف على أسباب هذه التسميات الأنثوية في مدينة معروفة بمحافظتها وبالتقاسم الواضح للمهام بين الرجل والمرأة، فما السر وراء هذه التسميات من منظور أهل الاختصاص؟ تسمية مارشي حليمة أو قهوة مانا أو حمام سوقرية أو إلى غير ذلك هو أن وجود سيدات قد اقتحمنا العالم الرجولي وحاولنا أن يقتحمنا بعض الميادين التي كانت حكرا على الرجال ولذلك أصبحت شخصيات قيادية داخل المجتمع مما دفع بالمجتمع إلى أن يربط بين هذا النشاط أو بين هذا المرفق واسم تلك السيدة التي ربما قد تمردت على ثقافة مجتمعها وعلى واقعها المعاش. سوق النساء اللي باني على راسها راها هنا، اللي مطلقها الراجل راها هنا، اللي هاملة مسكينة راها لهنا. حمام سوقرية دي مرأة يقولوا لها سوقرية بانياتو وخادمة الحمام والناس يجي لتحمام بها. نعرف أن منطقة تسمسيلت هي منطقة تقع في الهضاب العليا وهي منطقة عرفت تزاوجا بين ثقافتين، الثقافة العربية عندما وصل العرب الفاتحون قبائل بني هلال وقبائل بني توجين البربرية التي كانت تسكن المنطقة، لذلك ربما تأثير الثقافة البربرية في السكان التي تشير إلى جذور أو إلى أصول سكان ولاية تسمسيلت، خاصة أن المجتمع الأمازيغي أو المجتمع البربري هو مجتمع معروف بتقديم المرأة والمرأة لها دور قيادي وريادي داخل المجتمع البربري، لذلك لا تزال هذه الثقافة متأصلة في المواطن في تسمسيلت. عادية برسكو هي اللي ابتكرتها، حاجة ابتكرتها هي. دوك حنا نقولوا واحد صنع مرسيدس صنع سياره سماها مرسيدس، هي ابتكرت بلاصه دارت فيها
درت فيها الحمام ولا درت فيها المرشي تسميها على روحها. لأن الظاهرة تحتاج إلى دراسة معمقة وتحتاج إلى بحث ميداني حتى نصل إلى تفسيرات علمية ونصل إلى تفسيرات تكون مستنبطة من الواقع ومن الثقافة المحلية لمواطني تسمسيلت حول هذه الظاهرة التي ربما تتفرد بها مدينة تسمسيلت عن محيطها. هي فيالار إذن وسر نون النسوة التي ستبقى تصنع الفارق وتجعل منها مدينة مؤنثة بامتياز، ويبقى تفسير هذه الأسماء بين الأساطير الشعبية وتفسيرات تحتاج إلى من يثبتها من خلال دراسات ميدانية تحت إشراف مختصين.